ما قلت لحضراتكم أرض الخير الحقيقة وأرض التفاؤل وأرض الجمال الإمارات العربية الشقيقة وأجواء معسكر النادي الأهلي. هنتجول شوية ونروح نشوف كاميرا قناة النادي الأهلي التي أجرت لقاء واحد من اللقاءات الهامة على هامش معسكر النادي الأهلي. هنطلع نشوف هذا التقرير مع المهندس محمد جاويش نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجاويش وعضو مجلس إدارة شركة لارس للتطوير العمراني الراعي الرئيسي لمعسكر النادي الأهلي بالإمارات. ونطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الأولى النجم الكبير كابتن أحمد عادل. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من الإمارات وبالتحديد موارد عجمان ومعسكر إعداد النادي الأهلي. على مدار الفترة السابقة دور كبير جدا بوزل من مسؤولي النادي الأهلي طبعا بالتعاون مع شركة يعني الجويش للتطوير العمراني وشركة لارز للتطوير العمراني لي يعني الراعي الرئيسي لمعسكر النادي الأهلي وأوجه تعاون كتير جدا بنشوفها في البداية في معسكر النادي الأهلي. أمور كتير جدا هنستفيد فيها في الحديث مع المهندس محمد الجويش اللي بيسعدنا ان هو موجود معانا في قناه النادي الاهلي. مهندس محمد جويش نائب رئيس مجلس اداره شركه الجويش وعضو مجلس اداره شركه لارز للتطوير العمراني الراعي الرئيسي لمعسكر النادي الاهلي. باشمهندس محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. عايز اخد المشهد من الختام من يعني حديثك مع الكابتن خالد بيبو قلت له كلمه مهمه جدا معلقه معايا، احنا بالنسبه لنا النادي الاهلي هو رقم واحد. كلمه طالعه من القلب لقيمة كبيرة جدا هي قيمة النادي الأهلي. طبعا طبعا، أولا حابب أحيي حضرتك وأحيي الجمهور كله وكل التوفيق إن شاء الله للعيبة وإن شاء الله كسبانين، دي حاجة أنا واثق فيها لأن أنا أهلاوي جدا. وكابتن خالد طبعا لنا الشرف جدا للتعاون معاه. حضرتك النادي الأهلي هو رقم واحد بغض النظر عن شهادتنا، يعني طبعا ده رأينا ودي حقيقة، ولكن هو رقم واحد فعلا. واحنا لنا اهداف للتعاون واوجه تعاون كتير جدا مع النادي الاهلي مستقبلا، واحنا طبعا لنا الشرف ان احنا نكون جزء من المعسكر ده. عايز اتكلم على الموضوع من بدايته، التعاون مع شركه سكس يارد استاذ هشام مرزوق استاذ عمرو مرزوق ان شركه لارز تكون هي الراعي الرئيسي لمعسكر النادي الاهلي، حطنا في التفاصيل دي والامور دارت ازاي مع النادي الاهلي. تمام، اولا ده من حظنا ودي حاجه تشرفنا جدا. طبعا استاذ عمرو واستاذ هشام كانوا وجهونا او عملوا ريكومنديشن ان احنا نبقى سبونسر بالنسبه للمعسكر النهارده، وده كان من حسن حظنا جدا. طبعا المجموعه بتاعتنا بشكل عام وشركه لارز تطوير عمراني بشكل خاص هي من ضمن الشركات اللي بتحب تزود الاستثمار الرياضي، لان ليه كذا فايده بتعود علينا وعلى النادي الاهلي وعلى الجيل حتى اللي طالع. فاول لما اطرحت الفكره كان جدا في موافقه وقبول من ناحيتنا، بالعكس احنا اقدمنا واقبلنا عليها. واللقاء اللي حصل طبعا مع كابتن خطيب كان لقاء ممتاز وكان مشرف جدا، واحنا مش هنقف لحد هنا لا خالص، بالعكس احنا قدمنا حاجه بسيطه خالص لا تذكر، الاقامه، ودي حاجة تسعدنا احنا وتشرفنا قبل أي حاجة خالص. لا احنا عندنا فيجن ورؤية للتعاون بأشكال دقيقة وكثيرة جدا الفترة الجاية إن شاء الله. عايز اقف عند مشهد مهم جدا، يعني في بدايه معسكر النادي الاهلي وكان وصولنا بالامس اول امس كان النادي الاهلي بيكرم من جلوب سكر كافضل نادي في الشرق الاوسط. اللي بيراهن على النادي الاهلي ما بيخسرش، اعتقد انك في بدايه المعسكر النادي الاهلي يكرم بجائزه افضل نادي في الشرق الاوسط تعني الكثير جدا. طبعا طبعا طبعا، وده يعني زي ما بقول لحضرتك من حسن حظنا، والنادي الاهلي نادي القاره، نادي كبير جدا احنا متعودين عليه من انجازات وتكريمات كثيره جدا، ولكن هو من حسن حظنا ان هو كان جزء من الانجازات دي كان في بدايه المعسكر اللي احنا سبونسر فيه. الاستثمار الرياضي حضرتك تطرقت لهذه النقطة وأطر التعاون مع النادي الأهلي المستقبلية، أعتقد دي هتكون بداية لخطط كتير جدا. الارتباط باسم النادي الأهلي وحضرتك شايف النادي الأهلي كتير جدا بيقف على منصات التتويج، واللي بيرتبط باسم النادي الأهلي بياخد طرق أو يعني بيقف وقفة الطريق النجومية مع النادي الأهلي. صح صح. طيب خلينا نقسمها لشقين، أول جزء أوجه التعاون المستقبلية دي خليها مفاجأة، يعني خلينا نقول ما نحرقش كل حاجة.
بالنسبه للنادي الاهلي وتتويجه او انجازاته زي ما بقول لحضرتك، رايي بسيط جدا، اللي هو راينا ان هو نادي القرن ورقم واحد في مصر، مع احترامي لجميع الانديه طبعا، ولكن دي حقيقه واقعه كلنا لمسناها. طيب بالنسبه للاستثمار الرياضي، النادي الاهلي طبعا ومع دولتنا الجميله وحكومتنا المشرفه جدا بداوا ان هم يعملوا فوكس على الاستثمار الرياضي. الاستثمار الرياضي هنا بيعود بالنفع لكذا حاجه، اهمهم ان هو بيوعي الجيل القادم. النهارده الرياضه يعني صحتي وصحه حضرتك، في انواع كتير جدا من الرزق، اهمهم الصحه. فالنهارده لو حضرتك معاك اي نوع من انواع الرزق اللي ربنا بيكرم بيه، بس معكش الصحه مش هتعرف تستفيد بيها، مش هتعرف ان حضرتك تستمتع باي نوع من انواع الرزق الاخر. فالاستثمار في الرياضه هو استثمار مربح جدا، وخاصه لما تكون مع نجم زي النادي الاهلي. ثانيا ان حضرتك بتاخدها بنيه ان انا بطلع جيل فعلا قوي، جيل هيعرف يفيد بلدنا ويقدر يوصل لاحلامنا اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله نحققها. بشكرك يا باشمهندس، اتمنى لك التوفيق ويكون معسكر موفق لفريق النادي الاهلي، ويكون طبعا في اوجه تعاون مستقبليه كتير جدا مع النادي الاهلي. طبعا بشكر حضرتك استاذ فاروق، ربنا يكرمك، شكرا لحضرتك.